you <music> مشاهدي قناة حنا بعل مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص في لقاء خاص اليوم باش نطرحوا موضوع شائك جدا موضوع التعددية النقبية على غرار التعددية السياسية اللي حصلت في تونس فعليا بعد 14 جانفي حلقة اليوم باش تتضمن أول مؤتمر لاتحاد عمال تونس حلقة اليوم باش تتضمن اتهامات موجهة لهذا الاتحاد على, غي... على أساس أنه اتحاد عمال أصفر على غرار الصحافة الصفراء حلقة اليوم باش تتضمن مواضيع على غرار أنه لمين العام لهذا الاتحاد هو ديكتاتور حلقة اليوم ضيفنا فيها هو السيد إسماعيل الصحباني سيد إسماعيل مرحبا بك اهلا وسهلا آه وكاني كنت حاد في التقديم نتاعك اليوم ها مش مشكلة. <applause> مش مشكلة. نعرف صدرك آه رحب المؤتمر نتاعكم اه اتضمن اكثر من 500 ناء يعني في ظرف وجيز الفكره اللي خذيناها حسب التغطيه الاعلاميه بما فيها تغطيه قناه حنا بعد لهذا المؤتمر انه تم في حجم الاتحادات السابق المؤتمرات السابقه اللي نظمتها في الاتحاد العام التونسي للشغل. اولا بارك الله فيك على الاستضافه. اولا اتحاد عمال تونس هو ولد في غره ماي 2011 والوقت الحاضر احنا قريب نوصلو لغره ماي 2013 معناها سنتين. وسنتين هذوما كانوا فيهم مجهود كبير من طرف النقابيين ومن وخاصه من الهيئه التاسيسيه لاتحاد عمال تونس والهيئه هذه عملت كل ما في وسحة وقعت العديد من الجهات في لول والعديد من القطاعات من وتكوين النقابات الاساسيه تاسيسيه ثم انتخابات للنقابات الاساسيه. والنقابات الاساسيه موجوده الوقت الحاضر في كامل تراب الجمهوريه. وجهويا توجت باتحادات محليه، انتخابات مؤتمرات اتحادات محليه، ثم مؤتمرات اتحادات جهويه، ثم مؤتمرات قطاعات جامعات ونقابات العامه وتوجت في اليوم 13 14 15 من هذا الشهر بالمؤتمر الوطني حيث ان النقابات والعمل كان عمل شاق والنقابات تكونت وهناك التفاف العمال معناها التفاف العمال لمنظمتهم واليوم اصبح اكثر من 2000 اكثر من 2500 نقابه أساسية موجودة موزعة في كامل تراب الجمهورية والنقبات هذه بالطبع حضرت في المؤتمر الوطني نواب خمس أكثر من 500 نائب في هذا المؤتمر هذا المؤتمر كما تعلموا معناها هو وصلنا إلى 130 ألف منخرط لشهر آخر ديسمبر 2012 حيث اخر سنة 2000 ما يقارب على 130 الف منخرط طبعا من 130 الف منخرط معناها ينوبوهم 500 نائب في هذا المؤتمر هذا المؤتمر كما قلت هو كان تتويج فهمت لعمل جماعي من الجهويين والقطاعيين هذا المؤتمر اللي حضراته العديد من الوفود الأجنبية من منظمات نقبية قطرية ومنظمات أيضا عالمية ومنظمات نجم تقول من عربية وأوروبية وغيرها حتى اللي محضرش مثل النقبات السيسي سي معناها النقبات العالمية والنقبات الأوروبية اللي حضروش بعثوا رسائل إلى المؤتمر حيث هو كان مؤتمر بالطبع في حجم كبير وهذا يدل على تمثيلية هذه المنظمة الفتية اللي عمرها عامين معناها أصبحت معناها قوة موجودة واضح سي اسماعيل أعطيتنا صورة عامة حول انعقاد أول مؤتمر في إطار التعددية النقبية لكن اليوم لاحظنا أن الحكومة المؤقتة غايبة على المؤتمر بتاعكم ما هو تفسيركم؟ آه المثل يقول من اجتهد واصاب فله اجرين ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. حيث الحكومه وقعت دعوتها مثل المنظمات ومع الاسف وهذا اللي وقع امتعاض لدى النقابيين مع الاسف الحكومه ما حضرتش. رغم, رغم وزير وزير الشؤون الاجتماعية كان حضر في مؤتمر اتحاد الفلاحين كان حضر في مؤتمر آخر أظن مؤتمر آخر كان حضر فيه متعامل منظمة أخرى لكن في المؤتمر نتاعنا ما كانش حضر الوزير ورغم اللي علموني من وزاره الشؤون الاجتماعيه ان هناك ثم شكون باش يحضر اذا كان مش الوزير ثم شكون باش يحضر من وزاره الشؤون الاجتماعيه لكن في الاخر ما حضروش أو احنا مؤتمرنا يزير يحضر او ما يحضرش باش نعقد المؤتمر تمنينا باش يكون تكون حاضر الحكومه باش تكون على الاقل تشوف ما هو وزن هذه المنظمه سامحني سي اسماعيل ما تراش انه هذه رسالة مباشرة لعدم الاعتراف بالمنظمة نتاعكم. لا لا الاعتراف مش من الحكومة ولا من الواحد، الاعتراف بالقانون. لأن ماهوش تعترف بي ولا ما نعترفش بيك ولا تجي معايا ولا ما تجيش معايا ولا لا لا، ثم لا. قانون، ثم قانون وطني ثم قانون دولي. القانون الدولي يعرف كيفاش يعني يعطيك كيفاش تهيكل المنظمات الوطنية. <applause> ثم المواثيق الدولية اللي عليها تونس هي نفس الوضعية في بلادنا منظمتنا طبقة القوانين بحذافيرية هذه من ناحية ناحية أخرى الحكومة السابقة حكومة ما قبل التأسيسي كانت معناها خرجت منشور للخصم باسم اتحاد عمال تونس باش تسهل عملية الخصم لدى المؤسسات حكومة السيد الباجي قايد سبسي. حكومة السيد الباجي قايد <applause> وقت محمد الناصر هو وزير الشؤون الاجتماعية وتعرف سي محمد الناصر معروف لدى التوانسة وحتى دوليا معروف أنه رجل قانون رجل معناها له من الحنكة لأنه خدم كثير في منظمة العمل الدولية ويعرف المواثيق الدوليه وعاون معناها النقابات من قبل باش تكون ثم تشريعات تشريعات عمل في تونس وهو اول تشريعات اللي تعملت في تونس كان هو نجم تقول الجد نتاعو كانت معناها ساهمت بكثير في هذه التشريعات حيث وقتها محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعيه كان معناها الاجتماعات تقع دوريه معه وثاني خرج المنشور لتسهيل عمليه القسم مع الاسف حكومة ما بعد التأسيس من حكومة شرعية حكومة شرعية هي حتى اللي بدأت به الحكومة اللي قبلها من هي وقفاته علاش والله أعلم وزير الشؤون الاجتماعية في تصريحاته يقول نحن في انتظار الاتحاد عمال تونس باش يعمل المؤتمر نتاعو ولكن وقت اللي جاء المؤتمر, جاي المؤتمر ومشات الدعوه مع الاسف ما حضرش لا هو ولا وزارته حيث الاعتراف مش مثل اعتراف اعتراف ما نش نا... ننتظره من اي كان باش يعترف احنا الاعتراف من القواعد وشرعيتنا ناخذها من القواعد ثم ناخذها من القوانين الوطنيه والمواثيق الدوليه طيب هناك تخمينات اخرى لتفسير غياب الحكومه لانه التهمة الموجهه لاتحادكم اتحاد عمل تونس أنكم أسستم هذا الاتحاد لخدمة الحكومة بطريقة غير مباشرة في اتجاه إضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التي غابت عن مؤتمركم غابت لتغطية هذا الاتفاق سمحني في الكلمة تحت الطاولة بينكم وبين الحكومة يبدو سؤال غريب لكن الحديث هذا مطروح في الساحه النقبية والسياسيه بصفه عامه على كل حال ومضحك و... الكلام ال... ال... هذايا لانه الحكومه هذه اولا اللي موجوده الحاليه واللي اللي قبلها حتى اللي كانت قبلها ونفس الوزير الشؤون الاجتماعيه اللي هو كان في الحكومه السابقه واصبح في الحكومه هذه مع الاسف انا شخصيا قبلت مرتين كوزير لبعض المشاكل الطارئة هذا اتفاق مع الحكومة أولا احنا الاتحاد نتكون قبل الحكومة هذه قبل الحكومة الموجودة وعندما تكون هو منظمة مستقلة على جميع الحساسيات السياسية وعلى الأحزاب السياسية وعلى الحكومة الآن منظمة كونتها نقابيين معروفين بنضالهم النقابي الوطني ومعروفين لدى الساحة الدولية هذه من ناحية أخرى أن لا اتفاق لا فوق الطاولة ولا تحت الطاولة مع أي كان وإحنا لا نسمح لأنفسنا باش يتدخل أي مسؤول في شؤوننا هذه ناحية أخرى كل استحقاقات نتاع منظمتنا إلى يومنا هذا ما من الحكومة هذه بدات الاستحقاقات كما قلت لك منذ حين تطبق في الحكومه السابقه مع السيد محمد الناصر ولكنها وقفت فيما بعد مع الحكومه هذه فهمت لان محمد الناصر طبق في القانون ماهوش باش لا اللي يطبق في القانون ولكن الحكومه هذه ما طبقتش حتى القانون حتى علينا ما طبقتوش القانون احنا ما نطلبوا منها الحكومه تطبيق القانون تطبيق القانون وتطبيق ما هو جاري به العمل لدى المنظمات الاخرى معناها تبدا نسكل كيف كيف طبق القانون على الناس كل لأن حكومة ما يش حكومة نتاع مجموعة دون مجموعة أو حكومة نتاع أفراد دون أفراد لا حكومة تونس هيك نقولوا حكومة تونس معناها نهنس كيف كيف لكن مع الأسف اللي لاحظوا فيه هو العكس بربي سمحني على المقاطعه هذه من ناحية ايه تفضل تفضل هذه من ناح... ناحية أخرى يقولوا احنا لإضعاف منظمة أخرى علاش احنا في تونس عندنا يد عامله تشتغل انا بوبيلاسيون اكتيف معناتها تشتغل عندنا زوز ملايين ونص تقريبا زوز ملايين ونص ثم تقريب 500 مقارتين ولا 600 ولا اللي هو في منظمه اخرى حيث عندنا درجه اكثر من 80% 80% غير مؤطرين نقابيا بحيث المكان موجود مش المنظمه واحده ولا الاثنين ولا المكان موجود لاكثر من منظمه بل حتى منظمتين ولا ثلاثه اخرين باش ياثروا اكثر العمال مه. لان مش معقول معناها في بلاد مثل بلادنا فيها الحركه النقبيه حركه نقبيه قويه مه. وتاريخيه ومعروفه معناها في العالم الكل ان يكون هناك تاطير 15% او 20% بصفه عامه لابد باش يكون ثم تاطير معناها البقيه نتاع العمال اللي موجودين ثم مؤسسات فيهم 5000 آلاف 3000 آلاف 2000 عامل و توجدش فيهم نقابه أنا عندما شفت العديد من المؤسسات ما توجدش نقابة في هذه المؤسسات هذه وهكا علاش اتحادنا الوقت الحاضر في ظرف وجيز لسنتين أصبحت عنده مائة 130 ألف معناها منخرط مخرط. منتمي إليه حيث المجال مفتوح لعدة منظمات، ماهوش لإضعاف منظمة دلوقتي. بالعكس هذا معناه كلام معناه مغالطة اللي يقول الكلام هذا هي مغالطة سمحني سي اسماعيل تو المعروف على اسماعيل السحباني أنه نقابي بين ظفرين صحيح تعرضت للتعذيب للسجن للظلم عرفت النجومية كذلك في عهد بن علي بصفتك شخصية وطنية امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل المعروف عليك انك تقول كلمتك بعد غياب الحكومه في المؤتمر هذا تستعمل في كلمه امتعاض النقابيين من غياب الحكومه في مؤتمركم معناتها في المبدا حسب سيرتكم الذاتيه كنا ننتظر في خطاب قوي تجاه الحكومه في خطاب متشدد لكن سياستك اليوم انك لين تجاه الحكومه شنو التفسير هذا؟ انا بطبعي مانيش لين بالضبط هذا ايش حبيت تقول بطبعي مانيش لين تبقينا أن الحكومة وقتية هي الحكومه اللي موجوده وقتي مم. والحاجه الوقتي ما يدومش مم. حيث انا وقت اللي كنت معناها ان الحكومه ثم امتعاض من طرف النقابيين لأن الحكومة في الوضع اللي هي فيه الوقت الحاضر وضعها صعب وصعب جدا ما نزيدش عليها ما نزيدش عليها أكثر ما يمكن عندما قلت امتعاض من طرف النقابيين لأن الحكومة غايبة أو حاضرة المؤتمر باش يصير باش يصير بها ولا بها ولا بلاش فهمت أما كانت تكون أحسن لو كان كانت موجود ما جاتش ما جاتش مش مشكلة فهمت؟ مهم. اما باش نتهجم عليها في الظرف الحالي الوقت الحاضر احنا في بعض الحالات مع بعض المطالب في الظروف الصعبه ناجلوها ونطلبوا من القطاعات ولا من الجهات باش ياجلوها لان وضعنا الاقتصادي ما يتحملش العديد من المشاكل وتو فيما بعد كم تحب فهمت؟, فهمت؟, فهمت انما الحكومه الوقت الحاضر اللي نقولوا لها هي تطبق القانون واذا كان ماهيش باش تطبق القانون وقت الهياكل نتاع اتحاد عمال تونس سيجتمعوا وياخذوا القرار اللي راوه صائب وصالح لان مانيش باش نقعدوا ساكتين قالوا باش يصير المؤتمر صار المؤتمر قالوا ننتظروا إن في النقابين اتحاد عمال تونس باش يعملوا المؤتمر نتاعهم صار المؤتمر نتاعهم فالحكومه الوقت الحاضر ان تتحمل مسؤوليتها مهما كانت الضغوط اللي باش تكون متسلطه عليها ثم البعض منهم يقول وأنه عندنا ضغوط وعندنا من نعرف شنو وعندنا من هنا وهناك الحكومه ما يلزمهاش تكون منها تهبط الى الضغوط او يلزمها تكون تتحمل مهما كانت فيه. ثم ثم العديد من الوزراء مشكورين اللي يتعاملوا مع القطاعات اللي يتعاملوا مع الجهات يفضوا مشاكل قطاعاتهم مع النقابات اللي عندهم العديد من رؤساء المديرين العامين يفضوا مشاكلهم ماهيش مسكره معناها الامور مسكره لا 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 فهم؟ قاعدين تتفضل مشاكل انما بصفه عامه بصفه عامه لازم الموقف تاع الحكومه يكون واضح في مخص التعدديه النقابيه وتطبيق القانون في مخص التعدديه واضح ما دام اثرت الموضوع الاقتصادي قراءتكم كاتحاد عمال تونس اليوم لغلاء المعيشه خاصه بعد تصريح السيد وزير التجاره انه باش يجمد بل باش يخفض في اسعار تسع مواد اساسيه من منظوركم من رؤيتكم يا هل ترى متفائلين بالوضع الاقتصادي اليوم ومستقبلا يا هل ترى راضين على قفط المواطن أم لا هذا بالطبع لا ملاش راضين ملاش راضين على الوضع الاقتصادي بصفة عامة أولا في مخص تدهور المقدرة الشرائية حتى الطبقه الوسطى ما عادش واصله طب. ما نحكيش على الطبقه معناها الضعيفه اللي ولا غير ما عادش مع... هذاك كم... يعلم بها ربي كيفاش عايش الطبقه الوسطى ما عادش واصله الغلاء المعيشه اصبح لا يطاق كل يوم تلقى معناها شيء يزيد تدهور المقدره الشرائيه معناها اصبحت متدهوره الى اقصى حد الطاقه الشرائيه للمواطن وخاصه للاجراء مهما كان التخفيض اللي باش يصير، ثم احتكار، ثم العديد من مهما كان اللي باش يصير ما ينجموش يتحكموا في الاسعار، لان ثم اسعار ما تتحكمش فيها وزاره التجاره وغيرها. ومهما كانت الزيادات اللي تصير اليوم يزيدك من هوني وغدو يقبضهم لك من جهه اخرى، من اليد من بحيث اصبحت الزيادات في الاجور معناها ما لهاش معنى لانك زيدك 10 ولا زيدك 20 يضرب لك 30 من هوني. حيث تدهور المقدره الشرائيه اصبحت واضحه، هذا فيما يخص غلاء الاسعار اللي احنا ما راناش راضيين عليه ويزيدون طالب الحكومه اكثر فاكثر ان تضغط على الاسعار و, و... و... ويكون ثم اتفاق على نسبه معناها ال ال لل... زيادة في الأسعار يكون فيها اتفاق ما تكونش كل يوم تصبح تلقى زيادات منها طالعة ثاني حاجة أن نسبة الزيادات أصبحت منخفضة كثيرة بارابور للزيادة في الأسعار هذه <applause> هذه من ناحيه في المخلصة. الوضع الاقتصادي الاخر في المؤسسه احنا في الاتحاد في المؤتمر وانا شخصيا طلبت بمؤتمر وطني لانقاذ الاقتصاد مؤتمر وطني لإنقاذ الاقتصاد علاش لأن اقتصادنا الوقت الحاضر يعيش وضع صعب وصعب جدا نسبة النمو منخفضة سمعة بلادنا خارجيا أصبحت متدنية وانتم تشوفوا قداش مرة نقاط هاي نقصوا لها زوز نقاط ثلاثة نقاط على الوضع الاقتصادي إن كانت بالبنك العالمي أو غيرها من صندوق النقد الدولي وانت ماشي معناها كل المؤسسات المالية العالمية، وأن تنظر لتونس الوقت الحاضر أن اقتصادها معناها تنجم تقول منهار ولا في طريق صعيب. <applause> احنا في المؤتمر واقترحت أن يكون هناك مؤتمر وطني لإنقاذ المؤسسات، خاصة وأن أصحاب المؤسسات رجال الأعمال الأجانب، المستثمرين الأجانب أصبحوا في حيرة الوقت الحاضر واحنا ملتصقين بالعمال والالتصاقنا بالعمال نخليه يشوفوا المؤسسات كيف تخدم وايضا المستثمرين ايش يخمموا خاطر نحكيو ما مش يخمموا ترى المستثمرين من الوقت الحاضر ولا يخمموا باش يخرجوا من البلاد انا الطريقه الاخرى زرت مؤسسه شفت جايبين عمال من 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 اسمه من بلدان شو اسمه الشرقي من اوروبا الشرقيه من اوروبا الشرقيه جايبينهم يعملوا في ديستاج مع العمال اللي عندنا هنا تحس والمؤسسه تضم كانوا ياخذوا لي كوموند نتاعهم لمده سنه واللي ياخذوا فيه لمده شهر كل شهر وشهر, وشهر. وقت اللي جاب ديستاجار يتعلموا من غادي معناها المؤسسات هذيك مش تمشي لبرا حيث ثم وضع وثم زاد عدم اطمئنان المستثمرين الاجانب <applause> بالنسبه زاد ايضا المستثمرين التوانسه ايضا ما عندهمش ما, ما همش مطمئنين لان الوضع الامني الوقت الحاضر ما تخليهمش مطمئنين كما ينبغي أه ثم ان الوقت اللي طلبنا باش يكون ثم مؤتمر وطني تتقابل فيه عناصر الانتاج كل من اعراف وعمال ونشوف كيف باش نعملوا الوضع على الاقتصادي، لان مهما كانت السياسه مهما كانت الحكومه اللي باش تكون الحكومه اللي باش تكون اذا كان ما تكونش عندها معناها باز قوي في الاقتصاد ما تنجمش تنجح. احنا نخلي السياسيين يخدموا خدمتهم. لكن الاقتصاد الفاعلين الاجتماعيين لابد باش يكونوا معناها في مؤتمر ويشوفوا كيفاش ينقذوا اقتصاد بلادهم. لان يقول المثل مش رمينا كلمة كاكو برة لا احنا عملنا دراسات وانا شخصيا عملت دراسات وتتذكر كان في سنة الف واربعة 1984 في المؤتمر السادس عشر للاتحاد العام التونسي للشغل كنت قدمت تقرير اقتصادي واجتماعي بصفة عامة كتيب من هذا النوع كتاب مش كتاب, كتاب ولا, ولا. تقرير اقتصادي واجتماعي وكانت من رؤيتنا معناها وضع معناها تقييم الوضع الاقتصادي انذاك ثم ما هي الحلول اللي تقدمها مش الفايده واحد يقيم لا يقيم وما هي الحلول البديله؟ عضو المكتب التنفيذي مسؤول عن الدراسات. أمين عام مساعد الله يرحمه مع السي الحبيب عاشور كنت أمين عام مساعد مكلف بالدراسات. وكانوا العديد من الأساتذة معايا الجامعيين والعديد من معناها الفنيين من العديد من الوزارات وخرجنا قيمنا وخرجنا تقرير اقتصادي واجتماعي. تحن ف... سامحني سي اسماعيل تحن للفترة ذيك بالطبع لأن تربيت فيه كما الإنسان تربى في داره. الانسان يتربى في دارهم حتى كي يتعدى من قدام دارهم دائما وابدا يحن للدار نتاعو ما فيش كلام هذا شيء طبيعي دارك جديدة سي اسماعيل اللي هي الاتحاد اتحاد عمال تونس وبمناسبه انعقاد المؤتمر الاول نشوفوا هالتقرير الصحفي مع بعضنا لزميلتي اقبال جلاسي عن اجواء هذا المؤتمر ثم نواصل الحديث مع بعضنا سي اسماعيل بعد أنك مشاهدي قناه حنبال ما تغيروش المحطه نواصلوا مع بعضنا هذا التقرير الصحفي ثم نعود لمواصله الحديث مع السيد اسماعيل سحبان على انغام النشيد الوطني انطلقت فعاليه المؤتمر الوطني الاول لاتحاد عمال تونس تحت شعار نضال استقلاليه ورقي بمشاركه 429 نائبا ونائبه ممثلين عن 19 اتحادا جهويا ونقابات عامه وجامعات وطنيه قبيل الانطلاق نادى المؤتمرون بضرورة الممارسة الفعلية للتعددية النقابية وطلبوا بضرورة احترام المعايير الدولية للتشغيل مشددين على دورها الهام في التنمية إن شاء الله الانتخابات هذه تفرز معنا مكتب تنفيذي وطني في مستوى التحديات وفي مستوى طموحات الشغلي إسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس عبر في افتتاح المؤتمر عن بالغ تأثره لهذه اللحظة التي كانت مطمح المناضلين النقابيين منذ أكثر من ربع قرن، مشيرًا إلى أنها تعبر عما تعرض له هو وزملاؤه من مظالم خلال العشرية الأخيرة من قبل من أسماهم بالمافيات التي رأت النور على يدي النظام السابق والمتمعشين من الحركة النقابية. كما قدم إسماعيل السحباني شكره للشعب التونسي الذي منح الاتحاد فرصة لإثبات جدارته بثقة أكثر من 130 ألف منخرط صلب الاتحاد. لابد اليوم من تضاعف الجهود فاقتصادنا يغرق، وسمعة بلادنا الاقتصادية في تدنم والآفاق مظلمة على القوة الحية بلادنا. أن تنسى أن لا تنسى إلى اليأس أشغال اليوم الثاني للاتحاد كانت مخصصة للاستماع لكلمة الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة وتكوين لجان اللوائح المتضمنة للائحات العامة واللائحة الداخلية والمهنية ولائحة الوطن العربي، وقد انبثق عن اليوم الثاني بيان يتعلق بحق الإضراب واحترام الحريات النقابية موجه إلى المجلس التأسيسي لتضمينها بالدستور التعددية دي أو حرية العمل النقابي اللي ضربها المجلس التأسيسي ضربها المجلس التأسيسي سنصدر بيانا واتفقنا فيه في المؤتمر وموجه إلى الحكومة والمجلس التأسيسي ونرفض شكل ومضمون ما تم الاتفاق فيه باش تكون بذرة متاع منظمة نقابية عتيدة مستقلة. مستقلة شعارها الشباب 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 اللي هو شعار الثورة التونسية اليوم الثالث للمؤتمر يوم توجت فيه الأشغال بانتخاب مكتب تنفيذي جديد يتكون من عشرة أعضاء بنسبة تجديد فاقت الخمسين بالمئة وقد حظي مؤسس هذه المنظمة النقابية اسماعيل السحباني على ثقة كافة المؤتمرين ليتقلد بذلك خطة الأمين العام بالإجماع 500 نائب دارسو معناها العديد من القضايا الوطنيه ان كانت اجتماعيا او اقتصاديا او سياسيا وهذه القضايا صدرت عليها لوائح لائحه عامه لائحه عامه ولائحه اقتصاديه ولائحه اجتماعيه والعديد من اللوائح وان شاء الله معناها هاللوائح هذه تعطي زاد جديد الى الطبقه العامله وخاصه من اتحاد عمال تونس مشاهدي قناة حنا بعد، مشاهدي لقاء خاص، نواصل الحديث مع السيد إسماعيل السحباني الأمين العام لإتحاد عمال تونس. سي إسماعيل، بعد التقرير الصحفي هذا لاحظنا أنه هناك حضور أجنبي عنده قيمة في المؤتمر بتاعكم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى المعروف عليكم أنكم تعطيوا قيمة كبيرة ياسر للعلاقات الدولية. فعلا ان اتحاد عمال تونس في الفتره الوجيزه هذه نتاع سنتين اصبح عضو بمنظمه عضو في الاتحاد الدولي لنقابه عمال العرب وهي هذه مم... على المقاطعه وهذه فيها اشكاليه كبيره ياسر تنجو طيب اصبح فهو عضو في الاتحاد الدولي لنقابه عمال العرب والمنظمه هذه معروفه العربيه اللي فيها العديد من المنظمات القطرية اللي عندها وزن نقابي مثل الجزائر المغرب لبنان العديد من المنظمات اللي عندها وزن كبير في هذه المنظمة أصبحت منظمتنا الوقت الحاضر اتحاد عمال تونس أصبح عضو في هذه المنظمة وحضر الأمين العام للاتحاد الدولي نقابة عمال العرب وحضرت العديد من المنظمات القطرية ايضا و... ثم العديد من المنظمات حتى اللي ما حضرتش بعثت رسائل أنا... بعثت رسائل تهني المؤتمر وبعثت رسائل ان تتمنى النجاح للمؤتمر وتطالب بربط العلاقه بين المنظمات ان كان مثل الكونفدراليه الاوروبيه وغيرها من المنظمات الاخرى ثم الحضور الاجنبي يعني انا عندي علاقات كبيره مع الحركه النقبيه العالميه لان يعني تحملت العديد من المسؤوليات ان كانت افريقيه او دوليه او منظمه العمل الدولي، مجلس اداره منظمه العمل الدولي، حيث عندي شبكه من العلاقات العالميه اللي تربطنا علاقات شخصية ثم علاقات نضال مع بعضنا. أنا هيك في السجن العديد من المنظمات النقبية الدولية طالبت بخروجي من السجن وخذات مواقف قوية واللي الرسائل إلى يومنا هذا موجودة وخذات مواقف والرئيس السابق معناها تحت الضغط الدولي باش إطلاق سراحي بحيث ثم شبكة من هذا النوع وهكذا علاش الحضور هذايا وبحول الله في الأشهر القادمة وفي الأيام القادمة ستكون اتحاد عمال تونس له شبكة من العلاقات في كامل أنحاء العالم طيب سي بعد قبولكم في عضوية اتحاد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الاتحاد العام التونسي للشغل قدم استقالته من هذا الاتحاد ونعت هذا الاتحاد بالاتحاد الأصفر ونعد النقابة متاعكم على أساس نقابة صفراء لخدمة الحكومات العربية شو ردكم على هذا الموقف؟ الاتحاد <applause> الدولي نقبات عمال العرب كما ترى الجامعة العربي ريت الجامعة العربية للحكومات الاتحاد <applause> الدولي نقبات عمال العرب هو فيه معناها النقبات العربية الكل موجودة فيه والحركة النقبية التونسية كانت المحرك الأساسي للحركة النقبية العربية هذا حد ما ينكر لكن في هذا الاتحاد ليس ليس الاتحاد اصفر الاصفر هذا تونجيكلي لان يعني الاصفر ذهب وذهب به ديما فهمت الحركه النقبيه العربيه ثم منظمات من يقول فيهم حتى واحد شيء مثلا اعطيك المغرب الاتحاد المغربي للشغل الوينتي. عندما اغتيل فرحات حشاد وقع اضراب عام في تونس وقع اضراب عام في المغرب وتوفاه معناها وقع استشهاد العديد من النقابي في المغرب كيف في تونس بحيث حركه نقابيه مستقله معروف اتحاد عمال الجزائر معروف عبد الحق بن حمود الله يرحمه خارج من دار الاتحاد واغتيل امام دار الاتحاد لانه قوة اتحاد عمال الجزائر واصبح اتحاد عمال الجزائر قوه وهي الى يومنا هذا موجوده. <applause> ثم العديد من المنظمات الاخرى ما نجموش نعطوهم هالمنظمات هذوما وانهي نقابات صفراء. هذه من ناحيه. احنا ينعطونا نقابه صفراء، نقابة صفراء نتاع شكون؟ انا مره في السجن سنه 1978 عندما كنت في السجن مع الحبيب عاشور الله يرحمه. كنا في السجن كنت صغير انا وقتها عمري 25 26 سنه وتحكمنا على محكمة من الدولة وإحنا موجودين في السجن ونشوفه في التلفزة في بعض الحالات لأن عنا في الشامبر عنا التلفزة نشوف النقابات اللي نصبتها الحكومة ونبدو نعيطوا نقابة الصفراء نقابة الصفراء يا قل لي لا اسكت ما عادش تعيطوا نقابة صفراء حتى في الشامبري في وسط ما قل له علاش؟ قال يا أخي فرحات حشاد الله يرحمه كانت النقابات السي جي تي في تونس وهو كان في نقابة السي جي تي في تونس وهي السي جي تي معروفة نقابة الشيوعية وقت اللي خرج من النقابة الشيوعية وكون الاتحاد وقتها إن دول الشيوعيين أنت نقابة الصفراء قال به أنا النقابة الصفراء لكني ما تعرفش عن نحن في, في العرب حاجة صفراء راي الذهب ما دام هي صفراء من الذهب نقابة من الذهب. حيث النقابة هذه اللي يسموها صفراء راهي هي نقابة بالذهب إن كانت عربية وإقليمية ولا غيرها ثم منظمتنا صفراء يقول لك عليها صفراء هذه اللي يحب يقول خليه يقول إحنا العبرة بالنتائج العبرة بالنتائج خلينا في المؤتمر <applause> <applause> ما نطولوش لأنه الوقت يزحمنا سي إسماعيل بعد ذلك في المؤتمر تم المؤتمر الأول لاتحادكم تم ترشيحك مباشرة من المؤتمرين لكنك رفضت وطلبت الصندوق الرجوع إلى الصندوق ثم شكون يقول مناورة هذه خدمة الخدمة في الكواليس ورشحوك برفع الأيدي وانت رفضت ورجعوا للصندوق شنو إجابتك على النقطة هذه؟ هي دي, دي مشكلة <applause> <مراوس يسمعني. تصفيق> هي دي من المناورات معناها لها لها اي حاجه تصير دي ثم ثم فوق الطاوله وتحت الطاوله ومناوره ومناوره على كل هو قبل هذا يعني. ثم من طلب مني ان اترأس المؤتمر <applause> من قبل وكانوا الاخوه الكتاب العاملين الجهات حاضرين الكل وقالوا نحب وانت تراس المؤتمر فرفضت علاش رفضت؟ ترشح كيفاش تحبني انا المترشح ونكون رئيس المؤتمر لا سبيل إليه واخترنا من يترأس المؤتمر ومكتب المؤتمر صار مكتب المؤتمر وقت الجد قراءة القانون الأساسي لأن القانون الأساسي منظمة جديدة وهذا أول مؤتمر لابد ثم القانون الدستور نتاعها وصلوا وقت وصلوا للفقرة متاع الأمانة العامة والمكتب التنفيذي وصلوا الفقرة هذه الإخوان في القاعة قاموا قالوا لا ها ننتخب فلان مباشرة؟ وبدأوا يعيطوا وهزوا برفع اليد وكل شيء فهمت فقمت وطلعت للمنصه واشكرت الاخوه اللي موجودين الكل على تعاطفهم وعلى لكن ثم قانون ثم قانون واحنا في البدايه نتاعنا في اول مؤتمر ما يكونش هكا يلزم ثم تقاليد تبدا من لو طيب تكون لان في المؤتمر معناها في القانون سيجتمع ثم انتخاب الامين العام وانتخاب المكتب التنفيذي مش كما المنظمات الاخرى انتخاب المكتب التنفيذي والمكتب التنفيذي يوزع ال... يوزع المؤسسه قلنا لا من الاول قديش يحبوا ينتخ... يترشحوا لل... لل... للأمان العام واحد اثنين ثلاثة أربعة أو صندوق نتاع الأمان العام قداش باش ترشحوا المكتب التنفيذي كذا أو يترشحوا المكتب التنفيذي كذا هم؟ ويكون الصندوق قلت لهم أنا الصندوق هو الحكم لا يمكن معناها باش نب... معناها تقاليد مش على شخصي ولا غير ناسسوا تقاليد ان الصندوق هو اللي يحكم وهذا علاش رفضت واضح. رفضت وكان الانتخاب وشكرت الاخوان وكان الانتخاب من الصندوق اللي صار طيب رفيق دربك سي حسن الكنزاري من مؤسسي اتحاد عمال تونس معكم مدام ليلى كرايدي سي حسن صرح انك ديكتاتور مع ثمانية يوم اليوم من الانتخاب سحب القائمة نتاعو وغادر مقر المؤتمر ولا دي الدكتاتورية اللي كانت عندنا في تونس وفات من 14 جانفي <applause> واحنا في الاتحاد عمال تونس ونجبد لك محاضر الجلسات من يوم ان تاسس اتحاد عمال تونس <applause> كل القرارات تنجم تقول بالأغلبية أو بالإجماع كل القرارات اللي تاق إن كانت في الهيئة المركزية إن كانت في المجلس التنفيذي أو كانت في المكتب التنفيذي هذا مسجل مدون ما تمش كلام بالفم خاطر ينجم الإنسان يتكلم تو شيء ويتكلم شيء آخر هذاك سي حسن وصديق ويبقى صديقي اليوم وغدوه ودائما وابدا لانها الخدمه نوع والصداقه نوع اخر. عندما سحب الترشح نتاعو انا لول الى يوم هذا ما مانيش فاهم علاش لان سحب الترشح نتاعو مش نهار الانتخابات لان احنا الانتخابات عملنا نهار الاثنين هو ونهار لحد قعدنا الماضي ساعتين نتاع الصباح يكملوا في اللوائح الاخوان معناها في الجلسه معناها تواصلت حتى الماضي ساعتين نتاع الصباح والانتخابات صارت نهار الاثنين هو سحب الترشح نتاعو هو وزوز اخوه تقريبا ولا ثلاثه اخوه ترشح نتاعهم في الى الان ما نعرفش فهمت شنو علاش الوضعيه بالضبط يصرح ديكتاتور احنا المؤتمر المؤتمر قدام الناس الكل والمؤتمر هو يكون فيصل فيصل ما بين ولاول مره نقول لك حاجه يمكن في تاريخ الحركه النقابيه وانا ما شفتهاش انا يعني شفت منظمات شفت المؤتمرات العالميه انا نتذكر مره تراست مؤتمر السيزل مؤتمر السيزل تراسته فيه 3000 نائب وعطونا الرئاسه لي انا تاع السيزل آنذاك ذاك 3000 نائب وما شفتش اللي عملناه في المؤتمر نتاعنا شنو اللي عملنا في المؤتمر نتاعنا؟ قلنا للابتعاد على اي تاويل اي اي تاويل. انت تعرف مؤتمر تتكون فيه لجان لجان فحص النيابات، لجان اللوائح، لجان القوانين القانون الاساسي، تتكون لجان. واللجان هذيك تعرض على المؤتمر تعرض اللوائح نتاعها والقانون الاساسي وال شو اسمه فحص النيابات، معناها تعرضوا على المؤتمر ويصادق عليه المؤتمر. كل ما يصير ليس شخصي بل اللجان اللي, اللي موجوده في وسط المؤتمر هذه ناحيه. مه. ناحيه اخرى في المره هذه شو اللي عمل قلت لك لاول مره نعمله جبنا جبنا عدول اشهاد. لاول مره في تاريخنا ترأست قداش من المؤتمرات قبل وحضرت قداش من المؤتمرات معناها في المنظمه الاخرى الام وكل شيء لكني ما عملنا جبنا عدول اشهاد. علاش عدول اشهاد؟ مش على النقابيين. نحبوا كل شيء موثق. وكل حتى التدخلات نتاع الاخرى تكون موثقه موثقه وقانونيه موثقه وقانونيه جبناها من من بدايه المؤتمر الى اخر يوم اخر لحظه في المؤتمر باش يكون كل شيء موثق للاجيال القادمه ينجم آه انا نقول كلام ولا اي شخص يقول كلام وبعد يخرج يقول كلام لا هذه حاجه موثقه بالصوره فهمت؟ وبالصوت وبالكتاب. باش تتوثق للمؤتمر. هذا وهذا صار لأول مرة في تاريخ، حيث نجم ترجع. تدخلات كل الأخوة اللي موجودين في المؤتمر ما سمعتهاش هالكلمة هذه اللي كنت تقول لي عليها الدكتاتور ولا حاجة، ما سمعتهاش، أني سمعتها الوقت الحاضر ولا قالوها ولا حاجة. قلع قلع. خارج قلع. المؤتمر، مش داخل المؤتمر. الحال ما قالهاش في قاعة. لأن داخل المؤتمر كل شيء موثق وكل شيء منظم. واضح. آه سؤال اخير حول المؤتمر يدخل في باب الطرافه سي اسماعيل بعد انك لنمر بعد ذلك المواضيع تهم الشان العام تاع تونس. سنه 1989 حينما تم ترشيحك امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل كان ذلك في مؤتمر السوسه في نزل قصر الشرق. واليوم في سنة 2013 يتم ترشيحك أمين عام اتحاد عمال تونس في نفس النزل مصادفة عجيبة وغريبة احنا في سنة 1989 كان ثم مشكلة تمثيل النقابي في تونس م -م. تمثيل النقابي ولكني وقتها ما كنتش انا اخترت النزل كان ثم ناس اخرين ساهرين واختاروا النزل وعملنا المؤتمر. م -م. وفي القاعة هذه بنفسها وفي النزل هذا بنفسه تجاوزنا التمثيل النقابي في تونس انذاك 1989 اها <applause> واليوم في نفس ال في نفس الـ ثم الـ ثم اللي يقول لي ممكن هل النزل هذايا مبروك عليك ممكن لكني مش هكا المشكل احنا ال المشكل وان هذايا النزل مهيأ للمؤتمرات كبيرة لأن 500 500 نائب في مؤتمر ما هوش اي نزل ينجم يستوعبهم اي نزل ما يستوعبهم وشفنا كنا باش في قصر المؤتمرات في في تونس وبعثنا رساله لقصر المؤتمرات لكن مع الاسف في التاريخ هذاك بنفسه قصر المؤتمرات كان مشغول شفنا في اماكن اخرى في تونس ما لقيناش شفنا في الحمامات ما لقيناش ولينا شفنا في المكان هذه ثم زاد الثمن انا كان أنا أتمنى ما هوش ماهوش المشكل راهو خاطر احنا حبينا ولا رجعنا للتاريخ ولا لا 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 بالعكس احنا نزل الكل بيت بقينا هو نزل مهيل هذا والعديد من المؤتمرات اللي صارت السنة او العام الفارط وقعوا في في النزل هذا بنفسه واضح بصفتك سي اسماعيل بعد لانه بالحق الوقت دهمنا تو ده. خلينا نتجاوزوا موضوع النقابة والتعددية النقبية أما بصيفتك شخصية وطنية وعندك تجربة وعندك رؤيتك خلنا نحكي على الوضع العام في تونس لأنه تونس اليوم تخل السلاح تونس اليوم تم فيها اغتيال الشهيد شكري بالعيد تونس اليوم فيها العديد من الاضطرابات والوقفات الاحتجاجية وغلاء المعيشة تونس اليوم الدستور الى حد الان ما تكتبش تونس اليوم ما زالت الاحزاب في مشاورات لتحديد الانتخابات القادمه بنا موضوع تحب تبدا سيادتك والله انت جبتهم الكل مع بعض بالضبط قل لي انت بنا موضوع اهم موضوع في تقديرك تحب تبدا به لا الموضوع الاخطر في بلادنا هو السلاح اخطر في بلادنا لان السلاح اذا كان دار في بلاد اصبح كل مواطن تونسي مهدد نجم يتصفى في كل وقت و الشهيد شكري بالعيد اول معناه كان من الضحايا للسلاح اللي موجود في البلاد والشهيد شكري بالعيد اول اغتيال سياسي يقع بعد الثوره بعد ممثل حزب نداء تونس اللي في المرحوم لوتشنارد المرحوم اللي وقع في تطوين حيث شكري بالعيد معناها شهيد شهيد الحرية شهيد الديمقراطية شكري بالعيد معناها تنجمش تتصور تنجمش يوصفها العملية اللي صارت لشكري بالعيد مثل ما صار لفرحة حشاد عام 1952 بالضبط <applause> 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 لأن هذيك قتلاته اليد الحمراء لكن هذم اللي قتلوه مازالوا ما نعرفوهمش وهنا ما نطالبوا به هو أن تكون من قتل شكري بالعيد وتخرج علنا؟ إذا كان ما تخرجش، من هو قتل شكري بالعيد؟ وهو باش نشوفوه، وهو قاعدين نلوجوا عليه، وهو قاعدين هذه حتى واحد ما يصدقها من الشعب التونسي. <applause> من الأحسن وعلى الحكومة أن القاتل تقدموا للشعب. تقدموا للشعب ويكون قاتل واضح مش قاتل سوري على خاطر النجم، لا، لازم يكون قاتل اللي هو الحقيقي. يقتل شو قتل نجم؟ قطرة نجم تقول فلان فلان قاتل ولا فلان كما نسمع الاخبار من هنا وهناك لكن نسمع الاخبار هم شدوا من شكون هم شدوا الحزب فلان لكن الشعب باقي يتبع في الوضعيه وما لقاش شكون القاتل الحقيقي ملقاش ومن وراء تنك تلقى القاتل شنو وراه؟ شنو الخلفيه نتاعو؟ اتتوقع مواطن تونسي ما شنو اللي عنده مع شكري بالعيد باش يمشي يقتل شكري بالعيد اذا كان ما عندوش خلفيات او من وراه <applause> حيث موضوع هدايا ما تنجم توانسة معناها تنجم تقول لي يرتاحوا شويه الا لما يكون القاتل امام العداله والقاتل امام الشعب التونسي هذا في مخزن الشكر اخطر حاجه تسمحني اخطر حاجه هو السلاح اللي موجود في البلاد الحكومه الوقت الحاضر ووزاره وخاصه وزاره الداخليه ووزاره الدفاع لازم ان تعمل كل ما في وسعها باش السلاح هذا يكون يدور في البلاد <applause> لان اذا كان باش يتواصل الوضعيه هذه باش تكون اخطر على بلادنا ولا لقدر ممكن جاية انتخابات وفي الانتخابات القادمه اللي باش تكون للمجلس التاسيسي او المجلس التشريعي اللي باش يكون باش تكون ممكن تجبد سلاح ممكن ممكن نوصل الى حرب اهليه ولذا ما دام موجود السلاح من وما دام موجود السلاح في البلاد ما تنجمش تعمل انتخابات نزيه وشفافة أبدا ولذا معناها كتوانسة والمطلوب من الحكومة أن تسعى أن الموضوع نتاع السلاح أن ينتهي من تونس ولو كنت تكون ثم معناها دوريات وإلا ثم أي شيء إنما السلاح يلزم توقف الوضع نتاع عند... عند... عندك سمحني زي اسماعيل السيد لطفي بن جد وزير الداخلية عمل عدة تصريحات وقال من أولوياتي عملية اغتيال شكري بالعيد نشر الأمن في تونس عندك ثقة في الشخص هذا؟ أنا الشخص بالنتيجة الأشخاص بالنتائج <applause> سيد الوزير اللي كان يلقى غدوة يعطينا نتائج ملموسة بالطبع الناس كل بشتيق فيه إذا كان ما فماش نتائج ملموسة كله بشابقة كلام مثل ما كنا نسمعوا من قبل ولذا المطلوب هي النتائج الوقت الحاضر واضح اعضاء المجلس التاسيسي مازالوا ما صاغوش الدستور ايش تقول لهم انت بصفتك زعيمنا قبل أعضاء مجلس تاسيسي انتخبوا من اجل الدستور مع الاسف اليوم تشوف الوقت والدستور ما زال المطلوب منهم يحطوا بقعهم في هما في أم في مكان الشعب التونسي اللي قاعد يتبع فيهم يوميا وينتظر باش نحبوا نخرجوا من الوقت حكومه وقتيه رئيس وقتي كل شيء وقتي في بلادنا نحبوا نخرجوا منه ما نخرجوا منه هذا الوقت الا ما يوفى الدستور بحيث الشعب الكل ينتظر فيه واذا كان يعرف ان هما يخمموا وانه قد ما يزيدوا نهار قد ما يطولوا في المده راهو الشعب معناها يكون ما نكونش حاق نقولش حاقد عليهم أم يقول ما حقهمش يلزمهم يكونوا معناها يسرعوا اكثر ما يمكن انا مش نقول لهم نطلبوا منهم في اقرب وقت في اقرب وقت ينهيوا الدستور هذايا خلينا ننتقلوا الى الانتخابات هذه من ناحيه نحن يخرج الدستور في مخص الحق النقابي مع الاسف شفنا في المسوده نتاع الدستور معناها حق الاضراب من جمله الحق النقابي لا يا اخي هذا لا سبيل اليه باش نخلوه يتعدى احنا ننتظروا تو في القراءه الدستور السابق كان اوضح من الدستور هذا احنا كنا معناها الدستور السابق تعمل من بيان الاستقلال كان احسن بالنسبه للنقابيين من دستور هذا احنا اللي نطلبوه الوقت الحاضر ان يكون فيه حريه العمل النقاب حمايه المسؤول النقابي ثم حريه الاضراب حريه الاضراب مش يدخل لا حريه الاضراب مثل ما تنص عليه المواثيق الدوليه حق الاضراب حريه الاضراب وحق الاضراب طبعا حريه الاضراب معناها انا عندي حرية احنا توا في في منظمه العمل الدوليه عندنا لوم في تونس عندنا لوم في تونس على حق الاضراب شنو هو اللوم اللي موجود كيفاش في تونس التشريعات التونسيه تقول ان الاضراب تعطيه 10 ايام لا يقول لك لا في المواثيق الدوليه ما تعطيش 10 ايام اليوم قررت الاضراب تنجم غدوه تعمل الاضراب نتاعك من غير ما تعمل لك نتاع 10 ايام بحيث احنا حتى في القوانين والدستور نتاعنا السابق عندنا مآخذ دوليه اليوم انت جي باش تضرب الحق حق الاضراب او الحق احنا نطالب بالحريات النقبيه وهي جزء لا يتجزا من الحريات العامه ثم حريه معناها حمايه المسؤول النقابي ثم حق الاضراب يكون مضمون دستوريا واحنا المؤتمر نتاعنا خرج بيان فهمت باش نبعثوه الى مجلس التاسيسي فيما يخص هذا الاتجاه اللي كنت نقول لك عليه الوقت الحاضر في مجلس فيما يخص حقوق النقابيين واضح المعذرة سي اسماعيل الكلام معاك يطول سؤال أخير العديد من النقابيين ورفاق القدم والعديد من رجال السياسة حسب علاقاتي أنا الشخصية فهموا أنه مشكلتك مع بن علي ودخولك للسجن وإدخالك للسجن بتهم ملفقه لأنك نويت الترشح للإنتخابات الرئاسيه. اليوم بعد 14 جانفي ونحن على أبواب إستحقاق إنتخابات رئاسيه مقبله. ناوي تترشح أم لا إسماعيل؟ <applause> لا إله إلا الله. على آه شوف بن علي قتل آه المسؤول اللي ما عندوش ثقة في نفسه كل مسؤولة ما عندوش ثقة في نفسه كل مسؤول ماهوش مالي كرسيه يبدا خايف من أي هواية يتعدى <applause> والمسؤول اللي مالي كرسيه يقول له يا جبل ما ريح واضح أنا عمري ما خممتش ترشح الرئاسة قبل إنما بن علي أوهمولو وأنه باش او فلان الفلاني باش يترشح هو قالها لي باش يترشح الانتخابات الرئاسيه تاع 2004 وانا عمري ما خممت فيها بار انا كنت في امريكا كما قلت من سابق كنت في امريكا في اجتماع في امريكا وسالوني الصحفيين قلت بوركوا با عمل لك الملف عمل لك الملف اللي, اللي تعمل وبالله باش نحب نجب نفتح قوس كان تسمح في يخص الملف هذا اللي انا نسمع فيها تتداول من حين لاخر الموضوع هذايا لوبانه ولا اي آه ولات لوبانه آه المرحوم الحبيب عاشور الله يرحمه أنظف واحد موجود لنعرف وانا وين اللي أنا عشت معاه في السجن وعشت معاه خارج السجن سنة 85 بورقيبة عام 78 بورقيبة حطنا في الحبس عام 85 باش يفرقنا على بعضنا أعمل ملف مالي للحبيب عاشور وحده بل بالعكس دخل معاه مدير ودخل معاه حتى ابنه وغيره بتهم باطلة وقت البن علي عمل لي ملف لو تقرأ الملف اللي عملوه السيد الحبيب الله يرحم وتقرأ الملف تلقاهم بريسك منظمة العمل الدولية في سنة 2002 وقت لي أنا دخلت للسجن خرجوا في التقرير انتح طالبوا بإطلاق سراح خرجوا في التقرير ايش يقولوا فيه يقولوا الحكومة التونسية مستنسين بها بهالملفات اللي تعمل فيها قالوا هذايا وموجود توا اللي حكرس راسه يرجع للملف نتاع 13 سنه ويرجع لعلاش لغايه في نفس يعقوب عنده مغايه معين يجبد الموضوع هذا <applause> على كل انا لا خمم تقبل باش نترشح ولا نخمم في المستقبل باش نترشح للرئاسه علاش؟ لاني لاني ولدت نقابي مستقل و نبقى نقابي مستقل إلى آخر يوم في حياتي علاش؟ لأني أنا عمري ما تحملت مسؤولية سياسية ولا انخرطت في أي حزب ما ولا عندي بطاقة أي حزب ولا عندي انتماء لأي حزب كل ما في الأمر مليان صغير عمري عشرين سنة وأنا نقابي سأبقى نقابي السيد إسماعيل السحباني لميل العام لاتحاد عمال تونس شكرا على تلبية الدعوة مشاهدي قناه حنا بعل نواصل نشاهدوا مع بعضنا برنامج بلا مجامله ما تغيروش المحطه دمتم بخير